شهدت المدينة القديمة للدار البيضاء صباح اليوم الخميس انهيار أحد المباني، والذي لحسن الحظ لم يخلف خسائر في الأرواح بعد إنقاذ سيدة ضريرة من تحت الأنقاض. أقسم بالله سلموت سالة حيت أمي هي اللي عندي. شي 10 ونص 11 دخلت، ربي بغاني هاد السيدة تهود تبقى في الحياة. جيت والله يتبقى يالله فسخت حواجي ديال المرسى تداك شي قالت زداد مع 10 ونص طاح الدار. انا المراه كبيره ما عرفتش كيفاش ندير ليها، عتقها عاول جيراننا ما تتشوفش، والحجره وجوج عيالات الاولى هربت، الثانيه ما عرفتش كي ندير ليها، عيطت للجيران هو اللي عتقها لينا مسكين. صباح داي مرتو دي عجنات غنمشي نتغدى، جات انا صاحبتي، انت ما صاحبتي جات اللي جات قالت لينا، قلت لها شوفي خدمت تحت واحد الحجره، قالت شوي هذيك كتعلم الدار شويه يلا غادي تعمر ندير كوسه على القهوه والدار طاحت. هذه الانهيارات المتتالية والتي تعيش على وقعها عدد من أحياء المدينة القديمة خلفت استياء العديد من ساكنة المنطقة. حتى أنا غطي عليا الدار، ومنين غتجينا هاد 10 المليون؟ ما عندناش، ما بغاش يعطيوني، قال لي بدل الأوراق الشرايط باش بدلتهم، وباقي دابا كيديو فيا ويجيبوا فيا. دابا راه كلشي تتشوفي حالتي كي دايرة، أنا وهاد السيدة ها هي هاك أنا وهاد السيدة غنطيح عليها دابا، غادي يطيح عليها البيت، راه أنا وياك كنعسفو في واحد البلاصة هنايا. الناس اللي كاينين في هاد السيكتور راه 300 عائلة، بزاف أنه جاو في واحد الموقع حساس هو موقع حياد الجنسي، بالحشومة عار أن يكون تكون حياد الجنسي، ولا ديال الضابط يكون في هاد المشكل ديال السكن، الناس كتدخل لدارها كتنعس وكتشهد. أش غيلبسوا؟ ويبقى ملف إعادة إسكان أصحاب الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة يراوح مكانه في الوقت الذي تعيش فيه هذه الساكنة رعبا حقيقيا حتى إشعار آخر.